شيرين، والدك كان يعمل بمجال الديكور، والدتك بمعمل لتصنيع الألبسة للأطفال. كنت تحسي بوجعهم؟ كنت تحسي بالفقر؟ لا مش فقر، كنت بحس ان انا نفسي اكبر عشان اريحهم. ما كنا بناكل احسن اكل وكنا بنلبس الحمد لله كويس، بس ما كناش بنروح نصيف مثلا، ما كناش بنسافر نعمل شوبينج في باريس، ما فيش الكلام ده يعني. هلا بتروحي؟ ناس بسيطه يعني. هلا بروح عشان الحمد لله يعني ناس يعني الفنان كل الناس بتبص عليه، فلازم يكون شكله كويس يعني. قلتي لي انه اختك ما بدك. هيدي اختك ايمان كمان اختي. طب معكش صورة بقى لحد تاني عشان ابقى فاهمة بس. هلا بعد شوي. قلتي لي انه ما بدي ايمان من اللي انت انحرمتي منه تنحرم هي كمان، شو يعني؟ نفسي تبقى كل اللي كان نفسي فيه انا يعني. انا تملي لما بسافر اجيب لها عرايس. انا وانا صغيره ما كنتش بلعب بالعرايس، كنت بلعب في الشارع بالطوب والزلط والحاجات دي بالتراب وشجر التوت مثلا، نطلع نتشعبط على الشجره دي عشان ننزل اكبر كميه توت ونروح في البيت. يعني كان هزارنا كله بالطبيعه. فراوله كانت بتنزل توت. ما كانش، وكانوا ساعات يعملوا لي عروسه اللي هي المخده دي ويرسموها بالقلم الكحل بس ما كانش بيجي لي باربي مثلا الكلام ده. فهلا بتجيبي لها انت؟ بجيب كل اللعب اللي كان نفسي فيها بجيبها لها. اسعد لحظه بالطفوله شو كانت؟ العيد، لما كنا ننزل نشتري لبس العيد ونبيته جنبينا على السرير عشان احنا صاحيين الصبح هنتفسح. وكانت الحقيقه يعني ابويا وامي من الناس اللي ما بخلوش عليا باي حاجه بجد، كل اللي كانوا يملكوه قدموه لي. كانت والدتي بتنزل تشتري لي يعني مثلا العيد 3 ايام، في الثلاث ايام كل يوم تياب مختلفه عن اليوم اللي قبله. فكنت ببقى سعيده ان انا كل يوم بخرج بحاجه تانية. لوك جديد. لوك جديد. كانش لسه صعيدة في لوك. عشان كده انا دعيت ربنا ان يا ربي قد ما الست دي ادتني انا كمان اديلها الحمد لله، ونفسي افضل كده طول عمري. الله يطول بعمرها. زمان وقت كنت صغيره كنتوا تذبحوا على عيد بط، اليوم تذبحوا ديكرو. والدي الحقيقه كان ما كانش بيشتري لنا لحمه من عند الجزر، كان احنا كنا ساكنين في بيت دور ارضي في زي حوش كبير. الحوش ده كان فيه مكان كان بابا بيربي فيه الحاجات اللي بتتذبح بقى، الغنم والحاجات دي. لما يجي العيد نذبح خروف ماشي او دواجن. لا الدواجن دي يعني مش مناسبه يعني، كل الناس بتذبح دواجن. بس هو كان بيذبح لنا خروف ماشي. نعم يعني. وكنا حتى احنا نلعب بالحاجات دي. كنت انا بقعد امسك ودانهم كده فظيعه. ما عندك مشكله؟ كنت بحب اعذبهم كمان. ما عندك مشكله؟ ما عندك خوف من؟ لا ما اخافش. لا ولليوم دلوقتي بقيت بخاف، زمان لا. زمان لا. ما عانيتي خليني اقول لك انه كنت تنامي على الارض يعني مش على الارض. لا انا كان عندي سرير، بس انا عندي مشاكل في ظهري. لحد وقتنا هذا انا بفرش على الارض وبنام. حتى اليوم بشقتك بترتاحي اكتر على الارض؟ في اوتيل ساعات، في الاوتيل بعمل كده. والله العظيم افرش على الارض مثلا كذا لحاف وانام، بحس اني بصحى فريش اكتر، فريش أكتر. مبسوطه. جسمي مش تعب. وصف هي اصلا نومي على طبعا الأرض. حتى والدتي لما بتشتكي من ضهرها تملي افرش لها في الارض وانيمها على الارض عشان عارفه ان هي لما هتقوم مرتاحه. انت الضيفه الوحيده يعني اللي من مصر اللي بقبلها وعلى طول بتستعمل كلمه تملي. ايوه تملي كتير عندك اياها محطه كلام تملي. يعني مصطلحات كتير تملي بتستعملي. تملي نومه الارض. عدا انه بتريح الظهر، بتقس العظم، بتخليك تواجهي مش قوي. انا اضعف من ما يكون يعني. ساعات بحس اني ضعيفه قوي. منك شرسه؟ شرسه لما بيكون عندي حق. شرسه لو حد جه على امي ممكن ابلعه كده واشرب شويه ميه وبعديها عليه. لو حد مسها بحاجه، لو حد مس عيلتي بحاجه ببقى شرسه لما حد يجي على حقي. لكن انا انسانه مسالمه جدا، من غير مشاكل كده انسانه مسالمه جدا.
بدي يجي تزبط العقد لانه عم بيضرب كثير بالميكروفون شيرين لو سمحت. ايوه انتوا اللي حاطين مايكات كثير قوي، انا مش عارفه اعمل ايه. خبريني لما كنت تاخذي الميكروباص والتيشيرت اللي لابستيه كنت تتنقلي من شركه انتاج لشركه انتاج حتى تعرضي صوتك وتقولي للناس انه يا جماعه يا ناس انا وهو بغني وعندي صوت حلو. كنت الدنيا برد كنت ما احبش الشغل في البرد. ليه؟ دلوقتي يعني احنا عندنا الحمد لله عربيه فيها تكييف، البيت فيه تكييف، ممكن البس جواكت اتدفى بيها. لكن زمان كان اللبس ما كانش، يعني هو طبعا ربنا بيدي كل انسان على قد اللي بيستحمله على قد بيئته. انا زمان ما كنتش بحس بالبرد قوي كده، بس كنت بتعب قوي بعد الساعه 2 بالليل، كان ممكن رجلي دي تقعد تخبط في بعضها من البرد، واقعد اقول انا ليه بشتغل، يعني ليه انا مش عايزه اشتغل في الشتاء. دلوقتي في اساليب بقى كتير بتخليني اشتغل. وانا كانت صعب البدايات شيرين انك تروحي وتقولي لهم اسمعوا صوتي وما حدا؟ لا مش صعبه للي عايز يبقى حاجه وللي حاسس انه جواه موهبه. مش كل العائله كانوا مقتنعين بموهبتك، كانوا يضحكوا اول شيء. والله كانوا قرفني برضه شويه، وما تنزليش بالليل وما فيش نزول، وساعات كان بابا كتير قوي يقول لي ما فيش ما تخرجيش، يعني اقول له لا اعمل اي حاجه الا انك تقول لي كده يعني. لحد ما تفهموا طبيعة عملي والحمد لله. كنت تغني بالنوادي؟ كنت بغني بند في مثلا يعني في الباخرات اللي على النيل عندنا، في مش اوتيلات، لا انا مش فاكره اني غنيت في اوتيل. مين كان ستار وقتها كنت تغني اغنياته؟ ستار كنت فنانة أصالة، كنت بحب اغني كل اغانيها. قلبي بيرتاح لك والحاجات دي كلها. حلوين. فكنت الصولة.